طالما عم نتحدث عن الطفولة رح نبقى لاقنين مع شهادة حياة بشفاء رقم 47 اللي بحلقة سابقة مرقنا عنه لأنه موجودين معنا اليوم للتصوير. شفاء تم مع شربل، شربل الخوري. أهلا وسهلا فيك شربل. مدام أهلا وسهلا فيك. بتخبرني شوي هيك شو قصة شربل وشو علاقته بالقديس شربل؟ رح بلش بعلاقته بمر شربل. شربل علاقته طويلة كتير، من هو وبطني بلش بعجيبه معنا، وحمد الله عطانا نعمة أكتر ما منستاهل. يعني هيدا دايما منقول ميزنا ومش عم نعرف كيف بدنا نشكره. القصة اللي آخر شي صارت معنا واللي فعلا برهنت لنا قدي ربنا حاضر بحياتنا وبشفاعة القديس شربل، على عمر 3 سنين وشوية تشخص له لشربل ربو أطفال. وكلنا بنعرف انه ربو الاطفال في كتير معاناة، بس انه مقبول، يعني بيقدر يوصل لعمر معين ويصح منه. بس بكانون الاول الماضي 2018 تفاقمت حالة شربل لدرجة ما عاد قدر لا ياخد نفس ولا توقف سعالته. يعني متواصل الصبي عم بيسعل، اخد نحو 5 اناني انتيبيوتيك مع حرارة مع كل شيء، وشربل ما عم بصح. هون اقترح جوزي على البيدياتر انه نشوف اخصائي للنمو بيدياتر تحت نشوف اذا في شيء نحن يمكن غافلين عنه. لما فتنا عند البنمو بيدياتر يعني بذات النهار، لانه شفنا شيء 5-6 حكمة بفرد النهار، صرنا ننقي المطرح لمطرح لانه كانت حالته كتير خطرة. اول ما سمعوا عم بيسعل طلع فيه وقال لي مدام انت تاركة ابنك؟ هل انا جنيت انه كيف تاركة ابني؟ انه نحن عم نعطيه العلاجات اللي لازم ياخدها، لانه قال لي في شيء قبل ما يفحصوا، قال لي في شيء مش راح يكون مثل ما لازم، يعني في شيء ما هو مزبوط. فحصوا وسمعني صوت النفس، هيدا شيء ما بينوصف. ابني مسدود ريته، يعني عنده الريه اليمين مسكره، يعني حدا ما بيفهم بالطب بيسمع هيدا الصوت بيعرف انه في انسداد، ما بيتنفس. سالني اذا بيعرق، انا ابني كان يعرق كتير، ما لحق له غيار، ابعت له على المدرسة 4-5 غيارات يغيروا له، تري لأنه ما عم بيتنفس، عنده رية ما بتمشي مزبوط. قال لي لحتى نكمل التشخيص بدنا نعمل سكانر. وهيك صار. تاني نهار رحنا على السكانر، وشربل بقوة من الله حتى اللي عمل الصورة قال كيف قاعد الصبي ما بيعرف، يعني قفات على السكانر، عملوا له إبرة ملونة، مركبين له مصل ولا كلمة، يعني كل يعني أنا أقول في شيء مش مزبوط، صبي قاعد هيك يعني طفل هو. النتيجة بتطلع الثلاثة، كان نهار جمعة، طلب منا الحكيم نطلع دغري لعنده لهو يشوف الصورة. طلعنا نهار الجمعة، هون الحكيم صفر، صار يعدعد أصابيعه، يعني كان عنده استاجير صار يحكيها كلمات بلغة أجنبية. يعني قمت أنا قلت له حكيم عمول معروف يا ريت تطلع فيه وتقلي إلي شو عم بيصير، لأنه أنا بفهم، يعني أنت عم بتقلها وأنا عم بفهم شو عم بتقلها. يعني برم الشاشة، فرجينا أول ريا نورمال بتشوفها عم تفتح وتسكر عادي. ريا اليمين في مثل جبلين بيض حد بعضهم، واحد أكبر من الثاني على مجرى الهواء. وغير هيك فرجينا أنه من تحت الإبرة ملونة، فرجته أنه في شريان مارق مش بمحله. هلا دغري هون جوزي قال له أنه كانسر، قال له كانسر بعمر ابنك صعبة بس في علاج كتير طويل، بدنا انتيبيوتيك على شهور، وبدي فوت اعمل نضور الصبي على الارجح بده عملية. نحن هون لما سمعنا عملية هيدا كانت النهاية لنا 100%. بذات النهار هلا نحن مصدومين، لا اكل لا شرب طبعا، يعني كنا هيدا مثل خبطة حياتنا، يعني نحن بحياتنا ما اكلنا شو بقولوا صدمة قد هاي. يعني من عشية شربل نام قاعد لأن ما بيقدر يرجع لورا، أصلاً عم بيسعوا المتواصل، عم بيزبط له نومته جوزي. بفتح عيونه بقول له بابي بدي أطلع ديماش على مر شربل. هلأ نحن معود، نحن عنا إياها مثل العادة زيارة، ما يعني وقت المنطول هو بقلنا صار لنا زمان ما طلعنا على مر شربل، يعني من وقت الوعي بيعرف أنه نحن عنا إياها عادة عائلية أنه نطلع لهم. ونحن بذات النهار على ما بعرف على الصدمة على ما بعرف عملنا حادث بالسيارة كمان. فقال له تكرم عينك رح استأجر لك سيارة وطلعك الأحد. شو بقول له؟ ما تقلي شتي، حتى لو شتي وسقعة أنا بدي أطلع. يعني هون طلع بعدنا هيدا مش حكي طفل، يعني في شيء أكبر منه عم بيحكي. ونحن كنا بلشنا بذات الوقت التسعوية مع بعضنا، يعني نعملها هو نايم شربل على مسمعه على العالة تسعوية مر شربل. طلعنا الأحد، قبل ما نطلع طلب قلم ورقة شربل ورسم وردة،
وقصقصة لونة أزرق. أنا وقتها قلت له إنه مامي مين بيعمل وردة زرقاء؟ قال لي مامي تركيني أنا ها بدي طلع على مار شربل وحط ليها بالجزدان. وصلنا الأحد على المحبسة، طلعنا عن الطريق التاني مش طريق مش الدرج، ما كان يقبل شربل حدا يحمله. سقعة كانت مش طبيعية، وانت بتعرف على السقعة بتعلق السعلة أكتر مزبوط. يعني ترجي بيو ترجيته، أول شيء أخذ من بيو مسبحة مسكها بإيده، فرجيهم الصورة مامي. هيدا بس طلع وقعد صلى هون، ما حدا قال له شيء، هو قعد وصل لهون منهك. يعني أنا ابني هو وطالع، أنا قل له دخيلك يا مار شربل ما يقع عندك، لأن عم بروح نفسه ما في نفس ولا يقبل نحمله. يقلنا تركوني أنا بدي أطلع لعنده، أنا طالع لعند مار شربل. طلع فتنا لنزور، ما كانت توقف السعلة، أنا ما عدت قدرت سمعت، خلاص ما عدت تقدر اسمع صوت، يعني سعلته ما عم توقف وأنا عم بختنق. قلت له لجوزي كفي أنت صلي، أنا ظهر أنا والصبي رح أنزل فيه على السيارة. نحن وظهرين وقف قدام شخص مار شربل اللي بقبيل المحبسة، قالوا لك يا مار شربل. أنا اسمع من شربل شو قال له؟ شو قلت له لمار شربل؟ إذا بتصححني بدي أجيب لك أن غران بوكي دو فلير، وصححني وجبت له. فهيك كان قال له أنه أنا اليوم جبت لك وردة، رح أرجع لعندك مع أن غران بوكي دو فلير. هلا أنا بكل هالزيارة أنا لأول مرة ما بلقط مسبحة، من قادرة يعني كأم خلاص حس الحياة واقفة عندي. وهون طلعت بدي الشربل وقلت له كان عمره شهر ابني، زتيت لك إياه تحت إجريك، ما بدك تخزلني، أنا ما عندي شيء لك يا بقى ابني حكي. طيب هكي إذا ما اختصر شوي، يمكن بعد صرخة شربل لمار شربل استجيب مار شربل مثل ما قال شربل وشفي. هي شفي لأنه طلعت النتيجة نهار التلاتة، النتيجة معاكسة لكل الصور اللي بيّنت نهار الجمعة. يعني لحتى بس جبنا النتيجة صرت أقول له لجوزي أنه فوت ردة، فوت ردة أنه هيدا مش هيدا مش هو. والحكيم ما صدق، يعني أول مرة بعثت له إياها قال لي لا بدي أعمل نادور، مش معقول شو أنا ما بعرف، وأنت شفته والصور طلع نهار الجمعة، يعني كان في مثل تكذيب. لحد ما كفى معنا نهار الأربعة وكانت ذكرى تقديس قديس شربل، كان له شربل جمعتين بالبيت وديناه، وبالصدفة طلع حكيم وهو بيدياتر المدرسة دق لي شخصيا ليقول لي مدام ابنك ما بوشي، فحصته من راسه لكعب إجري، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. زوج هيك شو بتطلب اليوم من مار شربل بعد شفاء ابنك شربل؟ يتشفعنا عند الرب يسوع ويضل معنا ويحميني شربل ويكبر لي. أكيد. أمين. شربل شو بتحب تقول له لمار شربل أخيرا؟ أنا بحب أقول له أنه أنا بحبك كتير وفيك تصححني خيو لبي اسمه ليلو، لأنه عبيوجعه كتير 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 كتير. إن شاء الله صلاتك مقبولة يا شربل. مبروك لألك الشفاء.